شاركت مملكة البحرين ممثلة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في اجتماع الدورة 12 للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية. وعلى هامش مشاركة وفد المملكة في أعمال الدورة، التقى السيد محمد بن علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمعالي السيدة زهراء زمرد سلجوق المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية. وقد ناقش الطرفان مجالات استخدام التكنولوجيا في العمل الإحصائي، ومنها تدشين المملكة لمنصة البحرين للبيانات المفتوحة. هذا وقد بحث المشاركون في الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها توفير البيانات الإحصائية عالية الجودة والداعمة لخطط التنمية، وإنشاء منصة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الدول الأعضاء لوضع برامج فعالة تعنى ببناء القدرات الإحصائية على مستوى المنظمة وتعزز من مبادئ التضامن.